إذا كنت من المهتمين لمعرفة كيفية إنتاج قطع الغيار للمكبس لمصانع الطوب والأحمر كاستينج تايب، هذا الفيديو خاص بك. الطريقة الأولى، في البداية نحتاج تجهيز القالب بهذه الطريقة من الفلين مثل الشركات الشهيرة الكبيرة مثل هاندلا وجيسي ستيل وبرداستين خان وشركات أخرى شهيرة. فيتم تجهيز القالب بهذه الطريقة عن طريق الآلة طباعة بهذا الشكل من الفلين. في حال أنك تخصص قطع مختلفة أو شركات صغيرة، فنضطر لتجهيز قالب خاص بك بالطريقة اليدوية كما نشاهد هنا حاليا، ولكن هذه الطريقة تأخذ ما يقارب يوم كامل لتجهيز القالب الخاص بك. بعد تجهيز القالب بهذه الطريقة وهي الخطوة الثانية، يتم طلاء القالب بمادة مقاومة للحرارة ريفاكتوري ماتيريال هنا في هذا الحوض كما نشاهد. بعد الطلاء 3 مرات على التوالي، الطلاء والتنشيف، يتحول إلى هذه الطريقة. ثم ننتقل إلى الخطوة التي تليها. في المرحلة الحالية، مرحلة إذابة الخليط المعدني، يجب أن نختبر الخليط المعدني هل مناسب للوصفة المطلوبة لإنتاج القطعة المعينة أو لا. في هذه الحالة نحتاج أن نتأكد من العناصر التالية. في هذه الحالة أنا أحتاج أتأكد من الكروم، نسبة الكروم، وأيضا بقية العناصر الأخرى. راح أركز على الكروم و هذه العناصر الأخرى ونسبها إضافة إلى الكربون. في هذه الحالة، في حال أن رفعنا نسبة الكروم أعلى، تكون مقاومة الكروم للتآكل عالية جدا، وأيضا بنفس الوقت إذا رفعنا نسبة الكربون كمان يؤدي إلى نفس الغرض، ولكن كليهما أثناء رفع هذه العناصر بكمية أعلى يكون المعدن ينكسر، لا يكون فيها المرونة الكافية، وهذا يكون في بالانس معنا على أساس نحصل على مقاومة للتآكل وأيضا ليونة مناسبة للمعدن حتى يعمل بأفضل ظروف ممكنة. في هذه الحالة نرفع نسبة الكروم من 26 إلى 28، وأيضا نضيف 4 عناصر مجاورة كما أشرت في البداية إليها، وفي هذه الحالة نحصل على الخليط المناسب. الآن بعد كل هذا العمل الذي شاهدتموه سابقا، جاهزين لصب الخليط المعدني في القوالب. بعد 12 ساعة من التبريد أصبح المنتج جاهز كما تشاهدون. في هذه المرحلة يتم التسخين لرفع الصلابة وزيادة جودة المنتج. أهم مرحلة هنا هو ضبط درجة الحرارة. وأخيرا بعد كل هذا العمل وبعد هذا التنظيف والتلميع، سيتم التغليف وإرساله إليكم عملائنا الكرام.